بعد أن حرم أطفال بلدة مركدة التابعة لناحية الشدادة بريف الحسكة الجنوبي مدة 7 أعوام من التعليم، وهو حقهم أيضا في التعليم نتيجة استخدام المدارس من قبل الفصائل وتنظيم داعش الإرهابي كمقرات لهم، أعلنت لجنة التربية والتعليم في مقاطعة الحسكة عن افتتاح المجمع التربوي في بلدة مركدة، وذلك بحضور جميع المؤسسات المدنية في البلدة. بالذهاب إليكم سيد مهباش، يعني أيضا أود أن نسأل في الحقيقة، ما هي خططكم لدعم العملية التعليمية في المناطق المحررة من داعش؟ الحقيقة يعني هذا القطاع، قطاع التعليم والتربية، هو أحد القطاعات التي أيضا تعرضت للدمار والخراب، وتعرض أبناء خلال فترة سيطرة المجموعات الإرهابية الداعشية على مناطق الشمال السوري للحرمان من التعليم مدة لا تقل عن 4 أو 5 سنوات. كذلك نتيجة عمليات التحرير تم تفجير أكثر هذه المدارس والمرافق التعليمية طبعا من قبل العصابات الداعشية، والبعض الآخر تم تدميره نتيجة تحصن هذه المجموعات من قبل الطيران أثناء عمليات التحرير. الحقيقة يعني كافة الإدارات المحلية الذاتية والإدارات المدنية الديمقراطية والمجالس المحلية قامت بدورها خلال الفترة السابقة، واستطاعت أن تقدم الدعم اللازم لهذا القطاع، فتم إعادة وتأهيل وترميم الكثير من المرافق التعليمية، أقصد طبعا المدارس. ونحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومن خلال هيئة التربية والتعليم أيضا لدينا خطط مستقبلية لدعم هذا القطاع الدعم الكافي واللازم من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية إلى المستوى المطلوب، لأن القطاع التعليمي هو من أهم القطاعات في المجتمع. نعم. بالانتقال إليكم سيد عبد الله، يعني لو تكلمنا أيضا عن المدارس التي تم إعادة تأهيلها أو ترميمها في مدينة الرقة وريفها. يا سيدي الكريم، العام الدراسي بمحافظة الرقة دخل الأسبوع الثالث. المدارس الحقيقة وضعها ليس جيد بسبب الضرر الكبير جدا الذي لحق بهذه المدارس مثل تفضل الأستاذ عبد. نعم. ولكن ظاهرة مشجعة جدا. أنا شخصيا تلقيت عبر لجنة الإعمار، تلقينا مبلغ من المال تبرع به أحد المواطنين، رممنا به دورة المياه الخاصة بمدرسة أبو تمام. فالظاهرة هذه بدأت يعني تضع نفسها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنه لجنة التقييم الأضرار انتهت وبدأت أعمال الصيانة من الأسبوع الماضي. نعم. أغلب المدارس يعني بدها أبواب شبابيك، بدها دورة المية، بدها تنظيف الباحة. وأنا عبر شاشتكم أعلن أن لجنة الأعمار جاهزة لتنظيف أي مدرسة. نعم. بالانتقال إليكم سيد مهباش، هل عاتق إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المحررة من داعش يقع على عاتق الإدارات الذاتية فقط؟ لا، أكيد بالطبع لا يقع على عاتق الإدارات الذاتية فقط. يعني الإدارات الذاتية المحلية يقع على عاتقها جزء من عمليات إعادة التأهيل والترميم. كذلك نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سنقوم بتقديم الدعم اللازم والكافي من خلال أيضا تقديم الدعم من مجلس سوريا الديمقراطية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبالتالي تقديم الدعم لكافة الإدارات المدنية المحلية والذاتية في شمال شرق سوريا. كذلك يعني نحن أبوابنا طبعا مفتوحة ومشرعة لكل من يريد تقديم الدعم، سواء كان من الدول الصديقة والدول المانحة، طبعا ضمن المعايير التي تتناسب مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. ايضا يوجد دعم دولي مثل ما ذكر الاستاذ عبد الله العريان من خلال المنظمات الدوليه، من خلال بعض البرامج التي قدمت الدعم للبنى التحتيه سواء كان في مدينه الرقه وفي كافه مناطق الاداره الذاتيه لشمال وشرق سوريا. نعم. بانتقال اليكم استاذ عبد الله، استاذ عبد الله تسمعوني؟ تماما اسمع. نعم. يعني انت ذكرت في احد تصريحاتك لوسائل الاعلام سابقا بانه الرقه دمرت
يعني كي لا يضرب الإرهاب واشنطن أو باريس أو لندن. وهنا السؤال، يعني إلى أي مدى المجتمع الدولي يجب أن يساعد في هذا الموضوع؟ أنا إضافة لما ذكره الأستاذ عبد أنه تقع جزء من المسؤولية على الإدارة سواء بالرقة أو شمال سوريا، ولكن المسؤولية الأكبر تقع على المجتمع الدولي. الرقة دمرت حتى تأمن باريس وواشنطن ونيويورك ومانشستر وبروكسل، والجميع يعرف ذلك. عندما قرر العالم أن يتخلص من الإرهاب كان على أرض الرقة. أنا أو الأستاذ عبد أو أي مواطن بالرقة لم نقل للإرهابيين تفضلوا إلى الرقة حتى يدمر العالم الرقة فوق رؤوسكم. العالم كله سمح للإرهابيين أن يدخلوا الرقة. مثلا جون البريطاني سافر من مطار هيثرو بلندن إلى بروكسل، استقل القطار إلى باريس، ومن باريس طلع إلى اسطنبول، ومن ثم أتى بالسيارة دخل إلى مدينة الرقة. هذا كيف سمح له أن يتنقل؟ وعندما قتل سكوتلاند يارد الشرطة البريطانية قالت أنه هو مسجل على قوام الإرهاب أساسا. إذا كان مسجل على قوام الإرهاب كيف قطع هذه المسافة؟ فعندما تجمع الإرهابيين بالرقة وقرر العالم يتخلص منهم دمرت الرقة، وعلى العالم جميعا أن يتحمل المسؤولية. طب يعني الوتيرة إعادة التأهيل والترميم الآن التي تسير في الرقة، هل هي بطيئة سريعة كيف؟ يا سيد الكريم للأسف هي بطيئة بالنسبة للدعم الدولي، ولكن بالنسبة للعاملين بمجلس الرقة الحقيقة أحييهم من صغيرهم إلى كبيرهم، من السيدة إلى الرجل. الجميع نستطيع تصنيفهم على أنهم أبطال. انتقال إليكم سيد مهباش، يعني في ظل ما تفضل به الأستاذ عبد الله، يعني من الممكن أن تحتاج الرقة لسنوات كي يتم إعادة تأهيل البنية التحتية فيها. الحقيقة عملية التدمير والتخريب هي عملية سهلة وتتم خلال شهور أو خلال أيام، وهذا حصل في الرقة. ولكن عملية البناء وإعادة الأعمار هي ليست بالعملية السهلة. حتى عادت الرقة، حتى أصبحت الرقة لغاية 2011 منذ الاستقلال عام 1946 حتى يوجد هنا 70 عام حتى بنيت الرقة وأصبحت الرقة بشكلها الجميل، ولكنها دمرت خلال يمكن شهر أو شهرين. فمن الطبيعي أن عملية إعادة الأعمار هي عملية ليست سهلة، ويوجد أمامنا تحديات كبيرة جدا. ولكن إرادة وتصميم أهل الرقة يعني كبيرة جدا، وإدارة الرقة أيضا أستطيع أن أصنفهم كما ذكر الأستاذ عبد الله العريان، وأنا كنت في إدارة الرقة، استطاعوا أيضا أن يواكبوا عملية إعادة التأهيل والبناء والأعمار. والآن أسواق الرقة أستطيع أن أقول لك وبصدق يعني عادت وبنسبة تتجاوز 80%. يعني مع منتصف العام القادم 2019 إن شاء الله الأسواق في مدينة الرقة ستعود عامرة، كونها المدينة التي تعرضت للدمار الكامل ضمن مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. الحقيقة أهل الرقة يملكون كل الإرادة والتصميم، ونحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سنقوم بتقديم الدعم اللازم والكافي لهذه المدينة التي تعرضت للدمار بكل ما نستطيع أن نقدم لها من دعم. هذه أولوية من الأولويات. أنتم متفائلون يعني في هذا السياق عن سرعة إعادة التأهيل؟ نعم أستاذ عبد الله أنت متفائل؟ إن شاء الله. أنا سيد الكريم أنا ذكرت. لو نظرت إلى سائقين التركسات والقلابات اللي يعملون بمجلس الرقة المدني لرأيت التفاؤل بشكل كامل. بدأوا بتنظيف الرقة ولا يعلمون عن الألغام شيء، يعلمون أنها موجودة ولا يعلمون عنها شيء فقط، وخاطرا بحياتهم من أجل تنظيف الشوارع. كانت تنظيف الشوارع عملية يعني كما يقول العرب قديما دونها خرط القتاد، أي عملية خرط الأشواك باليد أسهل منها، فكانت عملية صعبة جدا. لو رأيت العاملين بهذا المجال لأدركت أننا متفائلين. التحالف الدولي قدر سنوات للتنظيف، أنجزنا تنظيف الشوارع عبر بلدية الرقة وعبر لجنة الإعمار وعبر بعض المنظمات، أنجزناها بأوقات قياسية جدا. سيد مهباش أحيي هؤلاء الأبطال الذين كانوا على الأرض. سيد مهباش إن كان لديكم تعقيب أخير قبل أن نختتم الحلقة.
والله أتوجه بالشكر الجزيل لكافة لأهالينا وشعبنا في مناطق شمال وشرق السودان ما يملكون من من هوية وتصميم على الطبيعية لحياتهم وعلى ما قدموه من أجل إعادة البناء ومن مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. نعم كما أحيي جميع العاملين في هذه الإدارات على ما قدموا ويقدموا وسنقدم لهم كل الدعم الكافي واللازم. نعم أشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة السيد مهباش عبد المهباش رئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأيضا حدثتنا من الرقة السيد عبد الله العريان، شكرا لكم على تلبية الدعوة، قائد الفريق العمل في لجنة إعمار الرقة. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، إلى اللقاء.